مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. دخلنا في الجد تاني، خلاص فريق النادي الأهلي رجع التدريبات النهاردة بعد راحة 48 ساعة، بعد طبعا الفوز بكاس مصر على حساب طلائع الجيش. خلاص عندنا أهداف الفترة اللي جاية. حلو أنه النهاردة نبقى مبسوطين أنه طبعا ديانجو ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان يكونوا مشاركين في التدريبات بعد التعافي التام من فيروس كورونا. الحمد لله، ربنا يا رب يبعد عننا المرض ده تماما والوباء ده تماما. والفترة اللي جاية طبعا في تركيز، كل الاستعداد دلوقتي للدوري الجديد، الموسم الجديد. وطبعا الأهلي هيلاعب مصر المقصة يوم الحد اللي جاي إن شاء الله. تحديات كتير قوي الفترة اللي جاية، ودايما بيقول ان اللي بيميز النادي الأهلي اكيد انه في عز ما احنا فرحانين ومبسوطين بالانجازات والثلاثية، لكن عينينا على اللي جاي وعلى الاهداف اللي جاية، ومش عايزين اي بطولة تروح مننا، سواء طبعا الدوري او السوبر الافريقي او السوبر المحلي وكاس العالم الأندية. ان شاء الله يكون اداء مشرف، ولو قدرنا ناخد البطولة ليه لا، ده النادي الأهلي طبعا. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا سارة، ما عملتليش السين بتاعنا، ما نديتك فرصتك النهارده، قلت سيبها براحتها تنطلق على الهواء تقول كل نفسها فيه. مساء الخير على حضراتكم، واهلا وسهلا بيكم. ومن كلام ساره الحقيقه، يمكن واحنا بنبتدي موسم جديد فرصه ان احنا نتكلم مع بعض شويه ونحفز لاعبتنا شويتين. طبعا حضراتكم عارفين انه كل الصفقات اللي جابها النادي الاهلي، سواء المعارين اللي رجعوا مره ثانيه او الصفقات اللي قدر النادي الاهلي ان هو يحسمها، بدر وطاهر وباكم، الصفقات كلها الحقيقه داخله في تايمنج ممتاز. يعني لما لعيب يجي على نادي يلاقي نفسه بياخد بطوله، ويلاقي الفريق مخلص سيزون بثلاث بطولات كبيره جدا، ثلاثيه ما بتتكررش كتير في التاريخ، مش على مستوى الاهلي وعلى مستوى مصر لكن على مستوى العالم، ده شيء كويس جدا ودفعه معنويه كبيره جدا للفريق وهو داخل سيزون جديد. خليني اسمع صوت جماهير الاهلي، يعني عايزين النهارده نعرف من وجهه نظركم السيزون الجديد اللي احنا بنبتديه، ايه هو التشكيل الامثل للنادي الاهلي؟ هيبقى فيه منافسه شريفه بين نجوم النادي الاهلي، خصوصا بعد عوده الغيابات. عندنا طبعا ثلاث لعيبه كانوا غايبين بسبب كورونا، اهمهم طبعا ديانجو ووليد سليمان اللي رجعوا لنا بالف سلامه. احمد ياسر ريان ان شاء الله باذن الله يخش فورمه ويخش مع الفريق، فهتبقى في حاله منافسه لذيذه. يعني كمان عدينا مرحله انه احنا حيرانين مين يلعب مكان مين، او هنسد الثغره دي او الفجوه دي او غياب اللاعب ده ازاي. الاهلي بيبتدي سيزون جديد مكتمل العدد. وخليني اقول لحضراتكم النهارده من الحاجات المهمه في اليوم للناس اللي بتحب الكوره، النهارده يعني حرب تكسير العظام زي ما بيقولوا، النهارده ماتشات حياه وموت. النهارده البارسا ضد اليوفي، ورونالدو ضد ميسي، وفي ماتش الحقيقه انا اتوقع انه هيكون ماتش ناري بكل ما تحمله الكلمه من معاني، مانشستر يونايتد ولايبزيج، لانه الاثنين دول عندهم نفس الفرص في التاهل، بالاضافه طبعا للغريم الثالث باريس سان جيرمان اللي خلع كده بنظافه وبصنعه لطافه من مانشستر يونايتد، واعتقد انه باريس سان جيرمان حط رجله في الادوار اللي جايه. مساء الخير على حضراتكم، وهنتكلم ما تقلقيش، هديكي فرصتك تتكلمي على تشامبيونز ليج، بس خلونا نروح لاهم الاخبار والعناوين. موسيماني يعقد جلسه مطوله مع اللعيبه قبل انطلاق التمرين. الفحص الطبي يحدد موقف أجايي من المشاركة أمام المقصة. ريال مدريد يهنئ الأهلي بالفوز باللقب التاسع من دوري الأبطال. بعثة منتخب الشباب تسافر إلى تونس لخوض بطولة شمال إفريقيا. رسمياً كأس العالم لليد في مصر بحضور جماهيري. رايولا إبراهيموفيتش اللاعب الأكثر تكاملاً في تاريخ الكرة. ده قدرنا، ده قدر الابطال. خلينا ابتدي مع حضراتكم بس بحسبه بسيطه جدا عشان نشوف احنا داخلين على ايه. احنا النهارده يوم 8، نبتدي الموسم ان شاء الله باذن الله يوم 13، وارجوكم دايما تحطوا نفسكم دايما يعني مكان الجهاز واللعيبه عشان تعرفوا حجم الضغط اللي بيتعرض له اي حد. ده جزء من اللود بقى والعبء اللي بيبقى على يعني اسم نادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي. النهارده 8 13 تبتدي الموسم مباراه مصر المقصه، من 13 ل 28 يعني كام؟ 15 يوم، يعني ايه؟ يعني اسبوعين. هتلعب مع مين؟ هتلعب اربع ماتشات تقال جدا. هتبتدي طبعا المقصه بدايه سيزون، ودايما الانطلاقه بتبقى الى حد ما صعبه، حتى لو قلت لي انه الاهلي لسه يعني هو الاهلي ما خلصش السيزون، هم السيزونين يعني داخلين في بعض، بس برده بدايه سيزون ومباراه مهمه ومقصه فرقه مش سهله. تخلص المقصة إن شاء الله أغلب الاحتمالات بتقول حتى اللحظة تخش في نهائي سوبر أفريقيا يوم 18 مع نهضة بركان بطل المغرب وبطل الكونفدرالية. تخلص نهضة بركان تسافر النايجر عشان تلعب مباراة الذهاب مع بطل النايجر سوني داب 22 أو 23، ترجع من النايجر تقابل الزمالك في مسابقة الدوري يوم 28 ديسمبر. يعني في خلال
15 يوم يعني في خلال اسبوعين عندك اربع ماتشات من العيار الثقيل. كان الله في عون الجهاز وكان الله في عون اللعيبه اللي الحقيقه يمكن لسه ما لحقوش، يعني هم 48 ساعه بس اللي خدوهم فاصله او راحه ورجعوا من النهارده يبتدوا تدريبات مره ثانيه عشان يدخلوا بقى في جو منافسه من اول وجديد. كل التوفيق لابطالنا ان شاء الله وقدها وقدود يا رجاله. خلينا نروح للتمرين اكتر عليهم. نروح لزميلنا طبعا شريف شعبان اللي كان في التمرين النهارده. مساء الخير عليك يا شريف، والفتره اللي جايه فتره تحديات كلها، وموسيماني النهارده عقد محاضره طويله مع اللعيبه قبل انطلاق التمرين. عايزك تقول لي اهم التعليمات او الحاجات اللي ركز عليها موسيماني مع اللاعبين. مساء الخير ساره، مساء الخير احمد، مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما تفضلت وقلتوا الاول احمد، ضغط المباريات هو ده النادي الاهلي كالعاده. بقى لنا سنين كتيره جدا الاهلي بيخرج من موسم يخش على موسم تاني، تولي مباريات، ضغط المباريات. فربنا يا رب يسلم من الاصابات ويكون كل الفتره اللي جايه كلها انتصارات. بالنسبه لكلامك يا ساره، فعلا النهارده كان في محاضره في ارض الملعب استمرت حوالي 20 دقيقه، اتكلم فيها مستر موسيماني عن اغلاق الصفحه بالكامل، الصفحه الاخيره، بطوله كاس مصر، البطوله الافريقيه، والتركيز في الستارت، القوة، مباراة مصر مقص لازم أبدأ فيه، أنا راجل بطل حامل اللقب، لازم أبدأ بشكل يليق باسم النادي الأهلي، لازم أبدأ أجمع من نقاط بدري بدري جدا عشان خاطر أقدر أسهل بطولة الدوري ممتاز. وعنده ضغط مباريات كبيرة جدا، فكل اللي هيجتهد في المران هيبقى فيه تدوير للفرقة كله، فكله هيشارك في الفترات المقبلة. يمكن ده كان أبرز ما جاء في اجتماع موسيماني وباقي جهازه مع كل لاعبي النادي الأهلي. طيب شريف، خليني أسألك، احنا بنبتدي موسم جديد والاول مره يمكن من ناحيه الاوراق المتاحه بعد اضافه طبعا الصفقات الجديده وعوده المعارين، مستر موسيماني يبقى عنده اريحيه شويه في جزئيه الاختيار. يعني انت عندك رفاهيه انك تختار بين اسم واسم تاني، نثق في كل جمله، لكن بالتاكيد وجهه نظر المدير الفني حضره. هل بتشوف انه مستر موسيماني بيبتدي السيزون الجديد او بيحضر للسيزون الجديد بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي ختمنا بيها السيزون اللي فات؟ هل نتوقع ان احنا نشوف تغيير في طريقه اللعب، تغيير في مراكز اللعيبه من واقع متابعتك للمحاضره ولتمرين النهارده؟ يمكن تمرين النهارده او شغل الراجل ما اتغيرش من ساعه ما جه، كل الشغل الفني الكتير، التخصص كتير على الجول، تفنيش الهجمه، بيدور اللعيبه بشكل كويس جدا في التمرين، بيشوف مين بينفذ تعليماته وبيديله في المباريات. ولكن داخلين الموسم مع اريحيه في جميع الخطوط، بتتكلم في خط الدفاع، يمكن في الموسم او من حوالي شهر، شهر ونص كنت عندك مشكله جدا في السردباكات مثلا، كان عندك واحد بس، بتلاقي سردباك واحد وبتضطر تلاقي حد يلعب مثلا سردباك تاني اذا كان احمد فتحي او محمد هاني او عارف بدري يخش يلعب بكرايد. دلوقتي بقى في اريحيه كبيره جدا، بتتكلم في اربع خمس سردباكات موجودين، غير اللي ممكن كمان يلعب سردباكات اذا كان هاني او اذا كان بيكهام او يعني كذا حد في الباك رايت، في اثنين ثلاثه في الباك ليفت، في اثنين ثلاثه الديفندرات، في اربعه خمسه الخط الامامي، في حوالي سبعه ثمانيه. فلا، الاريحيه مع مستر موسيماني الفتره المقبله مختلفه خالص. هنشوف بقى اللي هينفذ فكره في التمرين هيكون ليه فرص كبيره جدا في المباريات الفتره القادمه، لانه الراجل قال لهم كمان في المحاضره ان تولي المباريات وضغط المباريات هيجبرني على تدوير اللاعبين، فلازم تنفذ فكري في المران عشان اقدر ادي لك في المباريات. كمان يا شريف عايزينك تطمنا برضو على ظهور وليد سليمان وديانج في التدريبات لاول مره بعد فتره غياب بسبب فيروس كورونا، وكمان اجايل عمل فحص طبي شامل تقريبا خلال التدريب النهارده. يمكن الثلاثة العايدين من الكورونا، ويمكن يا رب يعفي كل لاعيبة مصر ولاعيبي العالم كلهم طبعا، وبالاخص لاعيبي النادي الاهلي، عودة الثلاثي الجديد الحاوي، حاوي النادي الاهلي وليد سليمان عودة من جديد وشارك في المران بكل قوة، اليو ديانج النهارده ايضا عودة من جديد وشارك في المران، الوافد الجديد احمد ياسر ريان عودة برضه وشارك في المران وتألق في المران ولفت الانظار، فيمكن الثلاثي بيرجعوا مرة أخرى إلى التمرينات، ويمكن بيعلنوا جاهزيتهم طبعا الفترة المقبلة لو احتاجهم مستر موسيماني. الراجل بيطبق حاجاته بيشتغل على حاجات، والنهارده في التقسيمه الكبيره بعد التدريب البدني، النهارده كان في تدريب بدني قوي جدا، فبعد التمرين البدني يشتغل على تقسيمه بطول الملعب تألق فيها معظم لاعبي الفريق. وزي ما كنت احمد بتقول يا احمد، فعلا الكل بيحاول يلفت نظر الراجل، الكل بيحاول ينفذ تعليماته عشان خاطر يكون ليه تواجد. بعد نهايه المران كان في حفله من احد المطاعم العاشقه وصاحبها عاشق للنادي الاهلي، عمل حفله اكل لكل لاعبي النادي الاهلي وجريل وحاجات مشويات والكلام ده كله، ترابيزات وحاجه فايف ستار. النهارده لاعبي النادي الاهلي يمكن صوروا مع الكؤوس واتعشوا زي ما بيقولوا. خلاص الصخره كان موجود النهارده في التمرين، زار الفرقه يا شريف صح؟ كابتن وائل جمعه
تمام مظبوط. النهارده بيحضر النهارده الاول اسطوره النادي الاهلي ورئيس مجلس ادارته كابتن الكبير كابتن محمود الخطيب بيتفرج على مران اليوم، وكمان ايضا الوافد يعني الوافد الزمن الجميل كابتن وائل جمعه، وكان ليه لقاء مع مستر موسيماني واتكلم معاه عن ذكرياته مع النادي الاهلي والجيل العظيم ابو تريكه بركات وائل جمعه سيد معوض جيل فلافيو جيل عظيم طبعا بقياده مانويل جوزيه، والراجل اللي اتكلم معاه ان لازم لاعبي النادي الاهلي تنتهج نهج هذا الجيل وتحقق الالقاب الفترات المقبله، ومع الالقاب الاداء قبل البطولات كمان. طبعا نشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان من ملعب النادي ملعب مختار التتش من النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت اخبار تمرين فرقتنا النهارده، وطبعا نتمنى يعني انا كنت بقول يمكن حتى من قبل نهائي دوري ابطال افريقيا انه يبدو انه الجيل ده بقى اصبح جاهز انه يكون بطل لمواسم كتير قادمه، يعني قلت عنينا طبعا ان احنا نحقق البطوله الغايبه بقى لها كتير جدا، بس شايف انه كمان عندنا فرصه ذهبيه يجب ان احنا نحافظ عليها في الفتره اللي جايه ان احنا نحافظ على الفوز بالبطولات. خليني نروح لريال مدريد. ريال يلا. خليني اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي تلقى خطاب رسمي من ريال مدريد امبارح للتهنئه بالحصول طبعا على لقب دوري ابطال افريقيا للمره التاسعه في تاريخه. الخطاب النادي الاسباني جه بتوقيع ايميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسيه في ريال مدريد، وجه نص الخطاب نيابه عن الرئيس طبعا النادي فلورنتينو بيريز، وقال جميعنا في ريال مدريد نود ان نهنئكم بالفوز باللقب التاسع من دوري أبطال أفريقيا، وقال إن الإنجاز ده إنجاز عظيم وأصبح الأهلي الأكثر نجاحا في تاريخ هذه المسابقة المرموقة، وقال هذا إنجاز عظيم يجب أن تفتخروا به، وختم الكلام بأن احنا حابين نقدم تهانينا طبعا للرئيس ومجلس الإدارة والمدير الفني والطاقم كله واللاعبين، وقبل كل ده جماهيركم التي نعلم مدى دعمها للفريق وولائها لي. جماهير النادي الأهلي مسمعة في العالم كله في كل مكان بدعمها لفريق الأهلي الحقيقة، وأن هم دايما في ظهر الفريق وأنه دايما بيمثلوا مركز دعم مش ضغط أبدا. طيب خلينا نقول أن ده برضو واحد من المكاسب، يعني أنت لما بتكسبي بطولات وبيبقى في استمرارية في تحقيق البطولات دي مش بس بيكون المكسب كاس البطولة، لا الحقيقة المكسب ان بيبقى في مكانة انت بتحتليها، واحنا هنا بنتكلم على مكانة او الاهلي بقى ليه صيت وليه شهرة عالمية. ده مش عشان هو النادي الاقدم ولا عشان النادي الاكثر فوزا بالبطولات، لكن كمان عشان وراه في ظهره كم من الجماهير العريضة داخل مصر وخارج مصر كانت هي السند وكانت هي الدعم الاول للنادي في حظ البطولات دي. ويمكن الحقيقه لما بتكلم على علاقات النادي الاهلي بكبار العالم او بكبار انديه العالم زي البايرن ميونخ وزي ريال مدريد، ودول اتنين من اكبر انديه العالم ان ما كانوش الاكبر بالفعل، اكبر نادي في المانيا واكبر نادي في اسبانيا، والاتنين يمكن اكبر ناديين بيعتبروا في قاره اوروبا، واحنا عارفين الكره في اوروبا واصله لفين. ده بيترجم الحقيقه المكانه العالميه بعيدا عن التصنيف وبعيدا عن عدد البطولات وبعيدا عن الترتيب العالمي، لكن ده بياكد انه الاهلي دائما بين الكبار. طيب خليني اروح طيب هنعرض ده الخطاب على الهواء زي ما حضراتكم شايفينه، ودي يمكن مش اول تهنئه، يعني كتير من انديه العالم هنئت النادي الاهلي، وطبعا بوتراجينيو النجم الارجنتيني هو مدير العلاقات العامه في نادي ريال مدريد اللي يعني بيتولى مساله او ملف العلاقات العامه، وهو اللي بعت الجواب، وكان اول شغل ليه الحقيقه لو حضراتكم تتذكروا لما الاهلي كسب بهدف سانداي نادي ريال مدريد في ملعب استاد القاهره، ده كان بدايه تولي بوتراجينيو مسؤوليه الملف ده، وبالتالي اكيد طبعا المناسبه دي ما زالت في الذاكره، وبيعتز بالتاكيد جدا بعلاقات ريال مدريد بالنادي الاهلي، فكانت فرصه انه يوجه التهنئه للاهلي وجماهيره. يمكن كان كنت بقول لك كان سبق بايرن ميونخ كمان هن النادي الاهلي طبعا الفوز بدوري ابطال افريقيا، وقال مستنيينكم طبعا في كاس العالم للانديه. الصديق والشقيق. دايما تقول الشقيق. الشقيق بايرن ميونخ. ما انا بقول لك انا بحس ان العلاقات والله مش موضوع بس فكره انه يعني انا بشوف انه نادي بايرن ميونخ واحد من اكثر الانديه قربا او تشابها مع النادي الاهلي، سواء في مسيرته او في اسلوبه في اداره فلسفته واستراتيجيته في اداره ملف الكره. يعني تلاقي بايرن ميونخ في حته تانية غير انديه اوروبا، تلاقي البارسا تلاقي الريال تلاقي اليوفي،
فرق بتعتمد على اسماء، بتعتمد على صفقات من العيار الثقيل، بتصرف فلوس كتيره جدا على فريق الكوره بتاعها، وبالتالي بحس انه يعني بطولات مصنوعه او مدفوعه مقدما. لكن بحس ان ال 8-2 ما اثرتش فيك ابدا يعني. لكن البايرن وانت مش بتشجع برشلونه دي مالهاش علاقه، بكلم اداره غير لما اتكلم كمشجع. أنا لما طبعا ال 8-2 ده من ساعه ال 8-2 مرجعه. لا بس انا بحب البايرن طول عمري برده من الفرق المفضله، انه أكيد فريق بيعرف يقدم طبعاً نجوم وبيعرف يعمل كوره اكتر من رائعه بدون ما وعشان الفريق كله برده نجم، فكره انه مش بس مهارات فرديه، لا الفريق كله. ودي واحده من نجم اوجه التشابه برده مهمه جدا بين اداره او بين فلسفه الكوره في البايرن والاهلي. اخدكم لمنتخب مصر، منتخب الشباب على وجه التحديد. الحقيقه طبعا المنتخب الذي استمرت معاناته لفترات طويله جدا بدون اي استجابه. بعثه المنتخب بقياده كابتن ربيع ياسين طبعا سافرت النهارده الساعه 8 الصبح لتونس عشان تاخد بقى بطوله شمال افريقيا اللي بتاهل على فكره. البطوله دي بتاهل لكاس الامم الافريقيه 2021، ودي بطوله هتلعب في موريتانيا. البعثه طبعا بتضم الجهاز الفني اللي يعني بيقوده كابتن ربيع ياسين، ومعاه اسم اعتقد انه محترم جدا وصاحب مشوار جيد جدا في الكره المصريه وفي الاحتراف في الخارج، كابتن عبد الستار الصبري. عبد الستار صبري واحد من اروع الحقيقه اللعيبه اللي لمسوا الكره زي ما قلت لحضراتكم. كان في معاناه، وكان في تاخر في معسكر الاعداد، وكان في الى حد كبير جدا عدم تعاون بين الانديه وبين الجهاز الفني. لكن على كل الاحوال اعتقد انه كابتن ربيع سافر بشكل مبكر عشان يقدر يحضر فرقته ان شاء الله للمباريات اللي هتلعب على ملعب استاد المنزه. كل التوفيق لكابتن ربيع ياسين وكل فريق كل الفريق طبعا شباب المنتخب المصري اللي هيبتدوا مشوارهم الحقيقه في مواجهه تونس. الحقيقه كابتن دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان حريص على انه يدعم المنتخب الشباب زي ما بيدعم الحقيقه كل المنتخبات الوطنيه، وفي النهايه طبعا ده طبيعي ومنطقي ومطلوب ومفروض. اي منتخب شايل اسم مصر ايا كان بقى الاسماء او ايا كانت الظروف او ايا كانت المعوقات اللي بتواجهه، لابد انه يلقى كل دعم ممكن. كل التوفيق ان شاء الله لشبابنا، واعتقد ان هم عندهم قدره على التاهل لكاس الامم ان شاء الله. اكيد طبعا نتمنى كل التوفيق. والحقيقه في خبر مهم ومفرح جدا بالنسبه لنا، انه هيكون في ان شاء الله حضور جماهيري في بطوله كاس العالم لكره اليد اللي هتستضيفها مصر في الفتره من 13 ل 31 يناير اللي جاي ده. يمكن رئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر كشف عن وصول قرار الاتحاد المصري بحضور 30% من ساعة المدرجات بس خلال بطولة العالم دي. قال ان هو كان نفسه انه يكون في طبعا الحضور 50%، بس القرار لحد دلوقتي هو حضور 30% بس من الجماهير في ظل انتشار فيروس كورونا طبعا المستجد. قال كمان انه في ظروف صعبة دلوقتي، يعني الشغل دلوقتي على بطولة العالم او كاس العالم لكرة اليد بيحصل في ظروف صعبة جدا واستثنائية، ولكن وجود الجمهور في المدرجات سلاح كبير قوي ما ينفعش ان احنا نستهين بيه، وان احنا يمكن فقدنا جزء منه مع الأسف في ظل الوضع الوبائي الراهن. وقال انه احنا لسه مستنيين اللي هيحصل في الايام اللي جايه، ونامل طبعا في زياده عدد الجماهير، لان الجماهير التي تريد ان تحضر من الخارج برضو هيكون في استقبال ليها وفقا للاجراءات الاحترازيه اللي بتنص عليها طبعا وزاره الصحه والتعليمات الطبيه للبطوله. بطوله العالم او كاس العالم لكره اليد اللي جاي في يناير ده اللي هتنظمه مصر تحدي كبير قوي لمصر، بس مصر قدوا طبعا، يعني هي بطوله مهمه جدا، والبطوله دي لاول مره هيكون عدد المنتخبات فيها كبير جدا وهيكون على ارض مصر، والمنافسه نفسها مش سهله ابدا على المنتخب المصري لان في منتخبات كبيره قوي ومهمه جدا ومكتسحه في كره اليد. ولكن كل التوفيق للمنتخب المصري اللي اكيد هيشرفنا ان شاء الله في البطوله دي، وان شاء الله يكون تنظيم عظيم زي ما احنا متعودين من اي ايفنت بينظم على ارض طيب مصر. طيب خلينا نتفق انه غياب الجماهير عن المدرجات خساره على كل المستويات يعني، وبالذات لما بتتكلمي على بطوله عالم. بطوله عالم يعني البطوله الاهم في الرياضه دي، وبالتالي من الناحيه الفنيه اعتقد انه وجود اي جماهير لاي لاعب ايا كانت نوع الرياضه ايه في المدرجات حافز وداعم وبيخلي اللعيبه تطلع احسن ما عندها، وبالتالي على الناحيه الفنيه اعتقد انه حضور الجماهير حتى ولو بنسبه 30% زي ما بتقولي هيكون مكسب كبير. ومن الناحيه الاقتصاديه كمان الحقيقه يعني جزء كبير جدا، خدوا بال حضراتكم انه فكره انك تستضيف اولمبياد او تستضيف كاس عالم او تستضيف بطوله كبيره جدا، ده بيبقى مفترض انه مشروع ليه مردود اقتصادي، وبالتالي حضور الجماهير شيء مهم جدا
دعم الجهة المنظمة من الناحية الاقتصادية. لكن أنا شفت الحقيقة أنه في الكرة حتى في ظل يعني ارتفاع المعدلات الخاصة بإصابة فيروس كورونا على مستوى العالم، لا الدنيا الأبواب مفتوحة. يعني في الدوري الإنجليزي شفنا عودة الجماهير مرة تانية، كان مباراة ليفربول في أنفيلد. نيجي بقى عن المتعة، يعني أنت كجمهور أو كمشاهد أو كمتابع أنت مستمتعة، فرق كبير جدا في الطعم واللذة بين المباراة اللي بتتابعيها وهي ما فيهاش جمهور أكيد. ومدرجات فاضية، وبين مباراة فيها حضور جماهيري حتى ولو كان محدود. نختم بقى بخبر سريعا جدا عن واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، وده مش كلامي، ده مينو رايولا وكيل أعمال اللاعبين، اللي قال أنه اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب اي سي ميلان الايطالي الحالي هو اكثر لاعب تكاملا في تاريخ كره القدم. الحقيقه إبراهيموفيتش الحقيقه لعب في فرق، يعني اعتقد ما فيش لعيب كبير لعب في هذا الكم الكبير جدا من فرق المقدمه، لعب في الانتر ولعب في اي سي ميلان ولعب في برشلونه ولعب في مانشستر يونايتد ولعب في باريس سان جيرمان ولوس انجلوس الامريكي. احنا بنتكلم على وما زال حتى اللحظه يكون في سن 39 عام ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، ده بالتأكيد يعني دليل على أنه لاعب استثنائي، واحد من أهم اللاعبين في كرة القدم على مدار التاريخ. فاصل، حلقتنا سريعة جدا وإيقاعها أسرع، خلينا نروح لفاصل هيكون سريع برضو ونرجع لحضراتكم في السادسة. مرحبا بحضراتكم مره تانية، وفي وسط ما احنا بنتكلم على الانجازات اللي حققناها والتحديات اللي جايه، خلينا نروح مع حضراتكم هاتفيا لواحد من افضل المهاجمين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي، واحد من افضل المحترفين. يعني لما بنذكر المحترفين اللي لعبوا للنادي الاهلي وبنذكر فلافيو جيلبرتو بنذكر طبعا احمد فيليكس. معانا طبعا على قناه الاهلي، برحب بيك في برنامج السادسه. إني لشديد السعادة أن أكون معكم اليوم يا سيدة سارة. إحنا مبسوطين أكتر أن أنت معنا النهاردة، وخليني أبدأ معك طبعا من اللقب الأهم الموسم ده وهو دوري أبطال أفريقيا. قل لنا إزاي تابعت تتويج الأهلي باللقب دوري أبطال أفريقيا؟ أنا أعلم أن الأهلي هو فريق كبير وهو جميل وله ذكريات جميلة في قلبي وأنا أحبه، وأني لشديد السعادة أن يكون الأهلي هو من فاز بهذا اللقب، وأن تكون هذه إن شاء الله نقطة بداية لخطوات متتالية كلها من ذات الثقل. طيب وسائل الإعلام في القارة الأفريقية وخاصة في جنوب أفريقيا بقت مهتمة جدا الحقيقة بتعيين موسيماني مدير فني للنادي الأهلي، وشايفين الخطوة دي خطوة كبيرة ومبسوطين جدا بإنجازه. إزاي اتبعت خطوة زي دي وجود موسيماني مدير فني للنادي الأهلي؟ نعم، كابتن موسيماني هو مدرب ممتاز، أنا كنت أتابعه منذ أن كان في سان داونز، وكنت أرى كم العمل والجهد الذي كان يقدمه لفريقه حتى يحقق الألقاب، وبالتالي انضمام موسيماني إلى الأهلي كان خبر أسعدني كثيرا، لأني أعلم كم موهبته كمدرب، وأنا لست يعني أنا بالنسبة لي كان خبر طبيعي أن الأهلي يكون كسب البطولة الأفريقية وكذلك بعد ضم موسيماني. هل اتفاجأت بالخطوة دي وجود مدرب من جنوب أفريقيا لأول مرة مع النادي الأهلي؟ لا لا سيدتي، لم يكن هذه مفاجأة، لم تكن هذه مفاجأة، لأني أعلم أن موسيماني هو مدرب ذو نوعية عالية، وهو جنوب أفريقيا هي بلد تشجع الكرة وتحبها، وبالتالي انضمامه إلى الأهلي لم تكن مفاجأة لي، لأنه قام بكل ما عليه أثناء وجوده مع السان داونز، وحين جاء إلى الأهلي وقابلته حفاوة الإدارة والفرق الفنية، بالتالي كان من الطبيعي أن نحصل على اللقب الأفريقي. طيب بحكم متابعتك للأهلي خلال الفترة اللي فاتت دي في بطولة أفريقيا، شايف إيه أصعب حاجة قابلها الأهلي في مشواره نحو التتويج؟ يا
نعم، من وجهة نظري كانت أصعب النقاط هو أن ينتقل من مدرب إلى آخر في مثل هذه الفترة الوجيزة. طبعا كان الأمر صعب على الفريق، لأن يعني الفرص كانت 50-50، لأن بوصول موسيماني وهو مدرب قوي وكل شيء، ولكن أن يكون يعني سوف يقابله النجاح كانت إمكانية 50-50. وبالتالي الدعم الذي لاقاه موسيماني حين وصوله والحفاية والاستقبال وانفتاح الذهن هو ما ولد هذا التعاون بين الأهلي كقطب من أقطاب كرة القدم وخبرات موسيماني وحملنا إلى هذا اللقب. مين أكتر اللعيبة اللي فريق الأهلي دلوقتي بتستمتع وانت بتتفرج عليها؟ تعلمين سيدتي، لست أستطيع أن أذكر اسم بذاته لأني أحب الفريق ككل وأتابعه دائما. كل اللاعبين أحب طريقة لعبهم، وحتى هؤلاء الذين على البنش برا كلهم بالنسبة لي لاعبين مميزين ومدربين تدريب عالي ولديهم الخبرات اللازمة. وبالتالي حين أشاهد أحد ماتشات الأهلي أنا أتابعها بشغف وباستمتاع، وبالتالي لن أتمكن من ذكر اسم دون آخر، فكلهم مقربين إلى قلبي. هو فعلا فريق الأهلي كله النجم، بس خليني أرجع معاك كده بالذكريات شوية. وإنت أول مباراة ليك مع الأهلي كنت نزلت آخر ربع ساعة في مباراة الأهلي والزمالك في ماتش الأهلي كسبه 3-0، فاكر إزاي الذكريات دي؟ فاكر المباراة دي وإنت كنت واحد من اللي تألقوا في مباراة الزمالك دي، الأهلي والزمالك؟ نعم، كانت طبعا سعادتي بالغة، وأتذكر مثل هذه اللحظات كما لو كانت البارحة. وكانت المباراة بين الأهلي والزمالك كما كل مرة هي مباراة كبرى. اللعب مقابل الزمالك كانت أحد الأيام الفارقة في حياتي، وحين لعبت كذلك لهم كان خبرة كبيرة. ولكن الأقرب إلى قلبي هو كرة القدم التي كان يقدمها الأهلي، وأتذكر أسماء مثل مصطفى كامل وشوبير من الفرق جميعا، محمد رمضان أيضا، وكل اللاعبين الذين لعبت معهم وأمامهم كلهم في قلبي حتى هذا اليوم وأنا على اتصال بهم، وأحمد فيليكس أيضا. يعني اسمحي لي أقولي كل اللاعبين الموجودين الآن هم لاعبين كويسين، المدربين كويسين، الذاكرة اللي عندي ذاكرات ممتازة، وأتمنى دايما المزيد من النجاحات. طيب انت عايزة برضه أسألك فنان، شفت مباراة الأهلي والزمالك ازاي في النهائي؟ يعني انت واحد من اللي تألقوا في المباريات دي الحقيقة، وليك كمان كان ليك جون حاسم مش بننساه، ويمكن كان معانا على الهوا في موسم 95-96 كان جون فعلا حاسم. فنيا بقى لما بتتفرج دلوقتي وانت بره الملعب على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا، شفتها ازاي؟ نعم، الزمالك للعام الماضي كان يحاول أن يلحق بخطى الأهلي وكانوا يلعبون بقوة، نعم، ولكن الماتش بين الأهلي والزمالك كنت يعني اسمح لي أبدأ الأول بالزمالك، أن الزمالك كان يريد أن يحقق شيئا ولكن كان بالتالي صعبا عليه، لأن الأهلي وكذلك بانضمام موسيماني للفريق كان لديه فرص لم تكن موجودة للفريق الآخر، وبالتالي تم تتويجه. وإلا أن الفريقان لعبوا لعب مميز، والأهلي إن كان حقق اللقب فهو حققه عن جدارة، وأنا بالتالي لست يعني لم تكن مفاجأتي بالنسبة لي، وأنا أعلم أن هذه النقطة هي نقطة بداية جديدة للأهلي ومنذ فوزه باللقب الأفريقي للمرة التاسعة. أتمنى أن للفريق كله وللمدرب، لأنهم كلهم ذو مستوى عالي، أن ينضم يعني أن تتضافر جهودهم مزيدا ومزيدا حتى نصل كذلك من خلال المشجعين ودعم الأهلي لمزيد من النجاحات. أنا أتابع الأهلي الآن من بعد ولكن عن كثب، وأتمنى له المزيد والمزيد. طب عايزة أتكلم معاك برضو عن شعبية الأهلي في غانا. يا
الأهلي في أفريقيا الآن هو فريق محبوب من الكل، جميع النوادي على مستوى القارة أصبحت مشجعة للأهلي، و في السنوات القادمة الأربع أو خمس سنين القادمة أتمنى للأهلي أن يكون دائما ذو الصدارة، لأن الكل يتابعه، وأنا أرى أن الدعم الذي تقدمه مجلس الإدارة والإدارة عامة هو عامل أساسي، وبالتالي المساعدة التي قدموها للكوتش موسيماني وللاعبين إن استدامت سوف يستطيع الأهلي التحقيق المزيد والمزيد والمزيد. وانت في صفوف النادي الأهلي كان مين أكتر اللعيبة القريبة ليك؟ مصطفى كمال، لأني حين أتيت إلى الأهلي كان مصطفى كمال وهو يتحدث الإنجليزية بطلاقة كان يترجم لي بعض الأحيان، وبالتالي كان وصلة همزة الوصل بيني وبين الكابتن، ومعه كانت يعني كان بيننا بخلاف اللغة المشتركة كان بيننا تقارب، وحين كنت أذهب مثلا إلى معسكرات التدريب كنا ننام في غرفة واحدة، ولكن أسامة حسن يعني كان برضو قريب مني لأني تعلمت منه كتير وهو توب كلاس. حين وصلت إلى الأهلي وكنت في سن صغيرة كانت كرة القدم في الأهلي يعني أتعلمها وتعلمتها من أسامة حسن وهو ساعدني كثيرا، وبالتالي يعني كان هو أحد الأسباب التي ساعدتني أو أسهمت في أن أقدم الشيء للنادي، وأنا أتمنى لهم المزيد من النجاح. طبعا حسام حسن مش أسامة حسن، ولكن خليني أسألك برضو أنه دايما بنقول أنه قد إيه أي لاعب بيكون في النادي الأهلي ولو فترة بيتعلم كتير، يعني ممكن نتكلم على قيم ومبادئ كتير بتفضل معاه العمر كله بعد كده، ممكن تقول لنا ايه مثلا اكتر الحاجات اللي اتعلمتها في النادي الاهلي ولسه مكملة معاك؟ نعم، تعلمت الكثير من حسام حسن، وحين كما قلت حين اتيت للاهلي كان رايته كمقاتل، فحين يعني مثلا كرة ياخدها حد وما يحققش الجون كان حسام بيتضايق، كان عايز ينجح، كان عايز يحقق نجاحات، وبالتالي أنا تعلمت من حسام الروح دي، ومنذ هذه اللحظة أنا حين أرى حسام حسن يلعب أعلم أن هناك أسد على أرض الملعب، وأنا أريد أن أحقق مثل الشيء، أريد أن أحقق أهداف، وبالتالي حسام حسن على مدار تلك السنتين ساعدني وأسهم كثيرا في تطوير مشواري الكروي، وحين أشاهد ماتشاته ثانيا وثالثا والنهائي مثلا الذي كسبناه 2-1 حسام حين ناولني الكرة على الطاير ده كان بالنسبة لي يعني كرة جاهزة، ومنذ هذه اللحظة أنا أحببت اللعب معه وأتمنى أن أقابله في القريب العاجل إن شاء الله. بشكرك جدا أحمد فالكس، كنت منورنا في برنامج السادسة، والحقيقة أهداف جميلة بتتعرض وذكريات كبيرة وجميلة، وكل جماهير النادي الأهلي طبعا بتعتز بأي شخص لعب في يوم الأيام للنادي الأهلي. زي ما قلنا لحضراتكم أنه النهاردة في مباراة مهمة جدا كل الناس مستنياها، كل الجماهير مستنياها، طبعا برشلونة ويوفنتوس، الناس كلها مستنية تشوف رونالدو وميسي مرة تانية بعد غياب يمكن أكتر من سنتين إن هم يلعبوا مع بعض، ويمكن من بعد ما رونالدو ساب الدوري الإسباني وساب ريال مدريد مفتقدين قوي فكرة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، ما بقاش زي الأول. طبعا النهاردة المواجهة هتكون مهمة، وبالرغم من إن الفريقين يمكن خلاص يعني حسموا التأهل للدور التاني من طبعا دوري أبطال أوروبا، إلا إن لسه المواجهة مهمة بالنسبة للناس، الناس عايزة تشوف أكتر اتنين أو أحرف اتنين أو أحسن لاعبين في العالم رونالدو وميسي هما بيلعبوا مع بعض. يمكن يوفنتوس وبرشلونة بيعانوا على المستوى المحلي، يعني لو بصينا على يوفنتوس اللي كان المفروض مسيطر على الكرة الإيطالية في آخر 10 سنين المفروض في وقت زي ده يكون على المستوى المحلي متصدر الترتيب وفرق مريح جدا عن أقرب المنافسين، وبرشلونة طبعا شرحه، ولكن على مستوى دوري أبطال أوروبا وبالرغم أن المجموعة سهلة طبعا اللي هما فيها إلا أن هما قدروا أن هما يحسموا التأهل ومحققين الحقيقة
نجاحات. اكيد يوفنتوس عايز يعوض او يعوض الخساره طبعا في مباراه الذهاب في تورينو بعد ما برشلونه قدر ان هو يكسب 2-0، واكيد اكيد طبعا رونالدو عايز يهدف في برشلونه النهارده، لانه من اكتر الانديه الحقيقه برشلونه بالنسبه لواحد من افضل الانديه على مستوى التهديف. يمكن رونالدو جايب 18 جون في برشلونه، الحقيقه منافسه كبيره، يعني الناس كلها مستنيه بالرغم من انه زي ما بقول لحضراتكم هي خلاص محسومه، ولكن ماتش ممتع جدا طبعا في دوري ابطال اوروبا. وفي بقى ضرب نار في الناحيه الثانيه طبعا مانشستر يونايتد ولايبزيج في المجموعه الشائكه اللي العيون كلها عليها من الاول، مجموعه مهمه. والنهارده يعني احنا بنتكلم على مانشستر يونايتد وطبعا باريس سان جيرمان ولايبزيج، الثلاثه معاهم 9 نقط. يمكن مباراه باريس سان جيرمان سهله، ولكن اعتقد ان لايبزيج هيصعب الماتش جدا على مانشستر يونايتد. احنا بنتكلم على فريق الفتره الاخيره يمكن فرض نفسه بشكل كويس جدا على الساحه الاوروبيه، وطبعا وصل قدر ان هو يوصل النسخه اللي فاتت يوصل طبعا لنص نهائي دوري ابطال اوروبا. هتبقى مباراه صعبه على مانشستر يونايتد وممتعه لينا كلنا، ولسه عندنا طبعا كلام كتير في برنامج السادسه مع احمد سمير بس بعد الفاصل. نجم كبير ومشوار طويل حقيقه مع النادي الاهلي جوه الملعب وبره الملعب، بيشرفنا النهارده واحد من نجوم خط دفاع النادي الاهلي في الثمانينات لو ذاكرتي ما خانتنيش، والحقيقه يمكن يطلق عليه الجيل الذهبي اللي كان بيلعب كوره عشان الكوره. كابتن محمود صالح وضيفنا في السادسه، ونقول بقى دكتور محمود صالح وضيفنا في السادسه، اهلا بيك يا دكتور. اهلا استاذ احمد، والف الف مبروك، جاي لنا في ايام فرحانين فيها والاهلاويه في كل مكان الحقيقه، معنوياتهم في السماء واحلامهم وطموحاتهم كمان في مستمر. مكان عالي جدا، مبروك يا كابتن. الله يخليك. اخد رايك بس في قفله سيزون، بتهيالي يمكن يكون انا وصفته الحقيقه انه موسم استثنائي، ويمكن يكون الانجح في مشوار 113 سنه للنادي الاهلي. يعني مفيش سيزون لعبناه كان في هذا الكم الكبير جدا من العقبات، موسم طويل جدا حصل فيه مطبات كتير جدا، تغيير جهاز فني، رحيل لعيبه، غيابات كتيره جدا على مدار مشوار الموسم كله، بتنافس في اكتر من جبهه، ورغم كده قدرت فرقه النادي الاهلي انها تحقق 3 بطولات. تتفق ان الموسم الاصعب، وشايف انه الاهلي مع موسيماني ختم الموسم ازاي؟ طبعا الموسم الاصعب مفيش شك، حتى على مستوى العالم كله. ايوه انما اللي يحسب طبعا طبعا انما اللي يحسب للجهاز الفني الحقيقه من ايام فايلر مع بدايته ما بدا مع النادي الاهلي في بدايه الموسم، وتولي موسيماني يعني المسؤوليه ان هو يكون مدير فني ويكمل الموسم. أيوة. الحقيقه زائد برضو اللعيبه الحقيقه الفترة دي طبعا ما فيش شك كانت صعبة، انما انا شايف اللعيبة كانت مركزة جدا، مهتمية جدا، وانها تحقق حاجة للنادي، واعتقد يعني هي دي الاجواء اللي بيتميز بيها النادي الاهلي دايما. أيوة. دايما الهدف واحد، سواء لجهاز فني، سواء للاعبين، سواء لمجلس ادارة، الحقيقة كله ان هو تحقيق اي بطولة النادي الاهلي هو بيلعب ان هو يفوز بيها، قد يعني ما يوفقش ان هو يفوز باحدى البطولات، انما دايما الـ الهدف واحد، عينه على البطولة، وكله بالظبط، وكله في اتجاه، بيصير في اتجاه واحد. احيانا بيبقى في لعيب مدرب عنده طموح معين، وبيجد اللاعبين ما عندهمش نفس الطموح، صعب التوفيق، او العكس. أي. ممكن نادي كبير ولاعيبه كبيره ومدرب يمكن متواضع، ما عندوش نفس الطموحات، او ما عندوش نفس الامكانيات اللي يقدر يحقق الطموحات اللي موجوده عند اللاعبين او اللي هو بيهدف اليها مجلس الاداره، برضو بتبقى فيه مشكلة. إنما الحمد لله إحنا مجلس الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية كلها اتجاه واحد، قول له هدف واحد أي بطولة النادي الأهلي بيلعب فيها. يعني هو اللي لفت نظر يا دكتور محمود لسيزن ده تحديدا، إنه الأهلي مش بس يعني جمع 3 بطولات، ده متفقين طبعا للجماهير وللعيبة والإدارة والجهاز إنه ده الهدف الأهم، تحقق البطولة وتكتب باسمك في التاريخ وبعد كده تيجي أي حاجة تانية. لكن أنا لفت نظر إنه كل أرقام النادي الأهلي في الـ3 مسابقات اللي حصل على ألقابهم قياسية. يعني في الدوري العام أنت أرقامك على مستوى الدفاع والهجوم، على مستوى النقاط، على مستوى الكلين شيت، على مستوى نسب الاستحواذ قياسية، ما اتحققتش قبل كده، وفرق كبير جدا بينك وبين أقرب منافسيك. نفس الحكاية في دوري الأبطال السيزون ده، هزيمة واحدة وبرضه كانت في ظروف خاصة جدا، هزمت النجم الساحلي، وبعد كده مشوارك أكتر ريكورد أهداف في تاريخ النادي الأهلي في بطولة أفريقية كان السنة دي، أكتر كلين شيت، وكاس مصر اعتقد برضو لعبنا ماتشات الكاس كلها بدون هزيمه واحده. فبالتالي انت مش بس جامع بين الالقاب، لكن ارقامك كمان بتعكس
انجاز مهم جدا يعني بيتحط في الاعتبار. ما فيش شك، هو زي ما قلنا في بدايه كلامنا يعني ان الهدف واحد وكله بيعمل على هذا الهدف، وكل الفرق وجدت صعوبات الحقيقه. انما النادي الاهلي انا ممكن كنت بتابع برضو بعض التدريبات وبشوف اداء اللاعبين وتوجيهات المدربين، وحاسس فعلا ان اللعيبه عندها طموح وعندها اراده الحقيقه فعلا ان تحقق كل البطولات اللي هي ممكن تقدر تلعب. فدي اعتقد يمكن الاجواء ديت والمناخ ده من الصعب تلاقيه في فرقه ثانيه. انما بفضل الله طبعا على مدار السنين وعلى مدار تاريخ النادي الاهلي دايما الاجواء بتكون كويسه، سواء عندك لاعبين عندهم شخصيه عندهم طموح كفاءه في الناحيه الفنيه بالنسبه للاجهزه الفنيه، الاداره الحقيقه بتوفر كل حاجه، موجود الاداره الحقيقه وموجود طبعا الكابتن محمود الخطيب على راس هذه الاداره. فاعتقد هي مقومات النجاح متوفره الحقيقه، ودي اكيد يعني يمكن ده سبب رئيسي في تحقيق. الموسم الجاي اصعب ولا اسهل من وجهه نظرك؟ لا هيبقى اصعب، لان هيبقى احنا أصعب. احنا يمكن المشاكل اللي هي متواجده عند كل الانديه الاخرى اللي بتنافسنا سواء على المستوى المحلي على المستوى الافريقي، اعتقد احنا تجاوزنا يعني في الفترات اللي فاتت تجاوزنا هذه المرحله وابتدينا نعد نفسنا بشكل كويس وشكل جدي، يعني ده يعني التيم ورك كله كان شغال كويس الحقيقه. يمكن الاجواء دي مش موجوده في انديه اخرى. قد يكون ان لو المشاكل دي انتهت ممكن دي بتحسن البيئه برضو والمناخ عند الفرق الاخرى. فانا شايف تزود شويه من التنافس هيزيد، مفيش شك التنافس احنا هنلاقي صعوبات اكتر وتنافس اكبر اكيد. الاهلي دعم صفوه بشكل كويس مرضي بالنسبه لك؟ طبعا لحد يعني خصوصا العناصر اللي هي كانت معاره ديت اعتقد هيبقى لها دور كبير. فكره الاعاره فكره ممتازه، اللاعب قد يكون هو يعني في رؤيه في رؤيه ان هو هيبقى يدي بشكل كويس، بس التايم ده والتوقيت دوت هو مش هيكون ليه دور مع النادي. الاعارات اللي بره ديت بيقدر يلعب بشكل اساسي ويحتك بشكل اساسي، مفيش شك في عودته هيكون مستوى اعلى، هياخد ثقه في نفسه اكتر وطموحه هيبقى اعلى، ومفيش شك التنافس بين اللعيبه وبعضها ده بيخلق بيئه كويسه للفرق اللي هي فعلا عايزه تنافس على البطولات. صفقات كافيه من وجهه نظرك؟ يعني ممكن اتفق ان كنا بنتكلم بعض المراكز قد يكون محتاجه تدعيم، يعني هي لازم تدرس كويس، يعني انا شايف يعني ممكن يكون بعض المراكز محتاجه تدعيم. يعني اذا كنت بتختار او اذا كنت شايف انه في ايدك تحسم صفقه النادي الاهلي، مين اللعيب اللي تتمنى تشوفه لابس الفانيله الحمراء على مستوى مصر؟ يعني مستوى مصر او حتى من الاسماء اللي احنا سمعناها، يعني احنا سمعنا ملفات كتير جدا في الفتره الاخيره، سمعنا جاستن سيرينو الجنوب اللي بيلعب في سان داونز الجنوب افريقي، وسمعنا البلايلي في فتره من الفترات، وسمعنا بغداد في فتره قبلهم. يعني انت شايف مين المهاجم الجزائري او من جوه مصر لو انت شايف حد مؤهل انه لا هو بغدادي بغدادي الاسم كده بغداد بنجاح بنجاح لا لعيب كويس جدا تابعناه في بطوله الامم الافريقيه وتابعناه في الدوري القطري ممتاز. اعتقد ده هيبقى صفقه كويسه لو جت ممتاز. تمام موسيمي البلايلي البلايلي بس اعتقد احيانا بتبقى انت بتبص لاحتياجك. ايوه قد يكون لعيب مستواه كويس جدا جدا بس انت عندك متواجد عندك هذه النوعيه من اللعيبه مفيش احتياج ليه. هي الاحتياج اللي بيخليك تتجه للمركز اللي انت عايز يعني تاخده. ولو اتكلمنا بالمراكز، ايه المراكز اللي مش شايف انها محتاجه؟ يعني بيتهيألي ان الاهلي راس حرب ابو نجاح ده هيبقى اضافه طبعا، راس حرب مروان محسن مع برضه وعوده احمد ياسر ريان برضه اعتقد هيبقى في تنافس كويس. هي التنافس ده مهم جدا انك تخلق حاله منافسه بين الفريق نفسه يعني طبعًا. بين 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 لعيبتك وبين طبعًا. طبعا والبدلاء يكونوا في مستوى متقارب صحيح. لان هي الكوره ممكن لعيب في اصابه او بيخرج عن الفورمه الرياضيه البديل يبقى موجود ما نحسش بفرق يبقى في نفس المستوى صحيح. مستوى متقارب وانا بيتهيألي دي واحده من الحاجات اللي بيشتغل عليها المدربين طبعًا. عشان يرفعوا مستوى لعيبتهم يعني طبعًا. فكره انه لعيب يريح لانه مكاني هنا مضمون ده ما بيخلوش يطلع طبعًا. اقصى ما عنده اكيد على المستوى هيهبط مع مرور الوقت هو خلاص احساسه ان هو الافضل وهو يعني محتكر هذا المركز. بس على فكره دي مش موجوده في كل اللعيبه يعني على مستوى الاجيال يعني مش عايز اقول اسماء معينه بس يعني ممكن يكون هو لوحده في المكان ده انما بيتمرن كانه بيعيش التنافس مع زمايل ليه في نفس المركز. دي عقليه بقى يا دكتور محمود يعني انا جاي في زين الحضري مثلا
كان متفوق جدا سواء في الاهلي او في المنتخب. أيوة. انما بينزل الملعب كانه في اختبار جديد الحقيقه وبيأدي بشكل كويس جدا. وده اللاعب اللي بيستمر بقى ال 10 سنين 15 سنه سواء على المستوى المحلي او مستوى الدوري. ايوه والشناوي برده بيتهيألي ماشي في تراك الحضري. ماشي بالظبط بالظبط. يعني اعتقد بالزبط. من اللعيبه اللي شغاله على انها تطور بالظبط مستواه محافظ على مستواه. قد يكون التنافس مش قريب منه قوي. يعني هو فارض نفسه بس هو برده عايز يحافظ على مكانته ومركزه. وعلى فكره اللعيب يعني بيحاول مع نفسه يحقق ريكورد يعني عايز يلعب ماتشات كتيره يبقى تاريخه طويل. ده لعيب النادي الاهلي ولا اللعيب بشكل عام؟ لعيب بشكل عام في لعيبه كده يعني متواجده في انديه كتيره في كل الانديه. بس طبعا ما يكون نادي على مستوى البطوله اكيد بتزود الطموح عند اللاعب وبتكبر من حجم الهدف اللي هو عايز يحققه. بتيجي ازاي يا دكتور محمود؟ يعني انتوا كنتوا شخصيه في النادي الاهلي شخصيه من الشخصيه تكوينك تكوين الشخصيه وبيكتسبوا بقى اذا كنت انت لاعب صغير السن ومعاك كباتن كبار. اسمح لي في الجزئيه دي. يعني احنا شفنا انا مش هقول اسماء بس هي في نماذج كتيره جدا. نماذج جت لعيبه عاديه بس في خلال مشوارها مع النادي الاهلي تحولت لفوق مستوى النجوميه. يعني ناس اشتغلت في ناس بتيجي النادي الاهلي وتكاد تظن انه خلاص ده نهايه المشوار. يعني انا جيت الاهلي خلاص مفيش حاجه مش عايز حاجه تاني. وفي ناس بتيجي الاهلي تبتدي المشوار من اول السطر يعني نقطه من اول السطر طبعا برافو تاخد فتلاقي تمام نفسها في حته تانية خالص. تمام كلام مظبوط جدا. بس مهم جدا اللاعب يكون عنده الاستعداد والامكانات ان هو يقدر يحقق حاجه. لعب لوحده لما بيلاقي مناخ لوحده يا دكتور محمود ولا دي مسؤوليه اداره ومسؤوليه جهاز كله فني برضه؟ كله طبعا المدرب لازم يوصل اللاعب لاحسن فورمه رياضيه بحيث اللاعب يخرج كل الامكانيات الموجوده عنده. دي مسؤوليه المدربين او الجهاز الفني. الاداره طبعا مهمه جدا سواء على المجلس على مستوى مجلس الاداره. أيوه. او مستوى الجهاز الاداري بتاع الفريق. طبعا في بتبقى احيانا معوقات بيبقى اللاعب عنده مشاكل اجتماعيه محتاجه حل يعني برضو. دي نقطه مهمه. اللاعب عنده يعني صافي الذهن وعنده استقرار نفسي ويقدر يركز فعلا في الكوره. يعني هي دي بس مفيش مشاكل. كل النادي بيحاول يساعده في ان هو يحط كل قوته في وتركيزه في الكوره. النقطه دي مهمه جدا لانه ما قلناش مثال احنا. اتفضل ابو تريكه. يعني محمد ابو تريكه لو قلنا كان مستواه في الترسانه لا نقله غير طبيعيه. الامكانيات هي والموهبه هي بس ابو تريكه في الترسانه. ابو تريكه جه 26 سنه تقريبا 26 27 جه 2004 بدايه 2004 كان جامد 26 بالظبط. هو مواليد 78. ما كانش حد لسه محدش يعرف مين ابو تريكه. يعني انا تابعته كنت دايما بحب اتفرج برده كنت بحب نادي الترسانه واحب اتفرج طبعا على فرقه. كان بيعجبني بس لا في فرق في بين اداؤه هنا واداؤه هنا. هو عنده الاستعداد والامكانيات والموهبه. أيوه. بس لا بقى الاهتمام ولقى مجموعه لاعبين وبقى برده الطموح زاد. وزي ما قلنا في بدايه حديثنا والاهداف زادت بتيجي. أيوه. نادي بيلعب على بطولات ونادي كبير يعني فبتحب النادي هو بيعشق النادي مفيش شك. كل دي عوامل اكيد زودت من طموحه وزودت يعني ان هو ازاي يخرج كل الامكانيات الموجوده عنده. صحيح. وزيه الحضري زي ما حضرتك ذكرت من شويه وزيه الحضري طبعا وائل جمعه حقيقه لما جه من المحله برضو. دي نماذج يعني سوبر فرق ونقله كبيره جدا حضرتك طبعا. صحيح بالظبط. صحيح كده. بمناسبه الجزئيه دي انه انك ازاي تشتغل على اللعيب بشكل نفسي بيقول انه واحده من اكتر انا عايز اخد رايك في كره موسيماني شويه انه واحده من اكتر الحاجات اللي بتميز موسيماني حاجه لو تفتكر في اخر ايام فايلر الجماهير ما كانتش راضيه قوي رغم ان الاهلي كان بيكسب كل حاجه وحاسمين بطوله الدوري بس ما كانتش راضيه قوي كان حاسه انه في حاجه غلط في الفرقه. بالظبط. في ناس بتشوف انه واحده من اكتر الحاجات اللي بتميز موسيماني قدرته على انه يحفز ويخلق الدفع عند اللعيبه وده ظهر بشكل كبير جدا من اول ماتش تولى فيه رجل مسؤوليه. حضرتك عارف انه جه في وقت ضيق جدا طبعاً. مطلوب منه يفنش دوري مطلوب منه يكمل دوري طبعاً. ابطال ومعاهم كاس مصر طبعاً. فبالتالي ما كانش عنده الوقت ولا الرفاهيه ان انا ابتدي اشتغل على لعيب قوي لكن قدر يعمل شكل مختلف للنادي الاهلي. هو زي ما احنا قلنا في بدايه حصه برضو ان هو يعني بيعرف كل امكانيات الفريق عارف لعيبه النادي الاهلي متابعهم الحقيقه. احيانا هو شخصيه يعني تم الثقة بينه باللاعبين بشكل كويس. والمهم جدا اللاعب المدرب او يعني القائد بشكل عام يعني انه يجمع الثقة وان اللعيبة تثق فيه وفي نفس الوقت يكون ناس بتحبه يعني. أيوة. يعني هو جمع بين الحتتين دول. في مدربين كتير يعني على مدار تاريخنا يعني كان الكابتن جوهري يتميز بهذا يعني امكانيات فنية عالية للكابتن جوهري
في قناعه بمستواه الفني، قناعه بامكانياته. بيقولوا على الجنرال الله يرحمه يعني انه كان دكتاتور، يعني ما كانش حد يقدر انه لا اعلام ياثر فيه ولا مسؤولين ولا لعيبه او نجوم، يعني كان وكل اللعيبه كانت بتحبه وتقدره وبتحترمه. ده نموذج مصري، نموذج لا اللي دربنا بقى على المستوى اللي هو النماذج الاجنبيه. ايوه دون ريفي قعد معانا فتره قليله، بس انا على ما اتذكر يعني ان هو كان بيهتم باللعيبه المصابه اكتر من اللعيبه اللي هي سليمه، دايما يجي بدري ويتبع يبقى معاهم في التمرين والاعداد، عشان يعني انا بكلم هو طبعا شخصيه المدرب مهمه جدا ان يجمع بين احترام وحب اللاعبين ليه والثقه اللي بينهم متبادله الحقيقه، ولازم يهتم بكل لاعب ويحسس كل لاعب انه ليه دور، حتى لو ملوش دور في الفتره الحاليه ليه دور في الفتره الجايه، ولازم يكون جاهز ولازم يحمسه ويهتم بيه. وفعلا ما فيش لعيب ملوش دور، يعني هو بيجي وقت طبعا فعلا في لعيب بديل وبينزل، زي ما شفنا مثلا يعني عايز اتذكر يعني نماذج الحقيقه، ان كان فعلا اللي احنا بنقوله ده حتى على المستوى العملي موجود ومتواجد بشكل حقيقي، يعني مش كلام نظري احنا بنقوله، لا اللعيبه كل اللعيبه ليها ادوار. بس المهم الكابتن ثابت كان قاعد سنتين الله يرحمه ما كانش بيلعب، وفي موسم 80-81 نهائي الكاس كان الكابتن اكرامي هو اللي كان بيلعب السنتين بتوع كالوتشاي، وهو اللي كسب النادي الاهلي، عمل مباراه تاريخيه كابتن ثابت. لان الكابتن ثابت كان ليه شخصيه وكان بيتمرن ودايما هو بيمثل لنا قدوه الحقيقه في التمرين والشخصيه والاهتمام والالتزام. جه وقته يعني لو هو شخصيته مش كده كان النادي الاهلي مش هيكسب البطوله دي. كره موسيماني ظهرت تقدر تحكم عليها ولا خلينا نقول الفتره لسه ما زالت مش كافيه، والحكم الحقيقي يبقى مع بدايه سيزون جديد، راجل عنده اوراق كامله، فرقه النهارده اعتقد فيها الى حد كبير سكواد كامل مكتمل لاول مره ما شفناهوش من فتره طويله جدا، بيبتدي موسم الى حد ما بيحضر له من اوله، ولو ان ما فيش وقت احنا خلاص هنبتدي الموسم الجديد يوم الاحد اللي جاي، فالحكم عليه يبقى بعد ما يعني نديله مساحه اكتر طبعاً تبان بصماته. يعني اكيد اكيد وانت مدرب بيجي اذا كان هو يعني امكانياته كلها بتاخد وقت في الظهور. احنا وصلنا لمرحله نجاح الحمد لله، بس احنا لسه عندنا مساحه، دي بتطمننا شويه. زي ما حضرتك قلت ان في مجموعه لاعبين في سبيلهم يجوا، في مجموعه جت، واعتقد دوت يعني احنا البدايه بتاعتنا مع بدايه الموسم افضل من الفتره الحاليه على فكره. ايوه هنلاقي اللعيبه اللي هي مستويات متقاربه ولاعيبه كويسه، وهينضم اللعيبه اللي قلنا عليهم ان شاء الله الصفقات كلها تتم بشكل كويس، يعني النادي الاهلي وافق في ضم هؤلاء اللاعبين. ما فيش شك احنا الفتره اللي جايه هتبقى افضل من الفتره ديت، وده اللي بيخلينا نتفائل اكتر ويستمر النجاح ان شاء الله مع بدايه الموسم والمواسم الجايه ان شاء الله. اصعب حاجه هتواجه الاهلي الموسم الجديد من وجهه نظرك؟ فكره انه المواسم يعني في تلاحم بين الموسمين، فكره انه في مسابقات مختلفه، فكره انه حتى مشواره، حضرتك عارف انه الاهلي رافض رئيسي او مؤغذي اساسي للمنتخبات الوطنيه، عندنا اولمبي بيلعب اولمبياد، عندنا اول هيعمل تصفيات افريقيا وتصفيات. ايه الصعب بالنسبه للنادي الاهلي او اصعب حاجه تخاف منها السيزون الجديد؟ لا هو على مستوى التنافس، هو المستوى التنافس على البطوله الافريقيه. عندنا كمان كاس العالم، كاس عالم انديه. الانديه دي دي نقطه مهمه، احنا يمكن للاسف ما ذكرناهاش في حديثنا، بس دي نقطه مهمه جدا. النادي الاهلي وجماهيره عنده طموح كبير، اعتقد احنا حققنا المركز الثالث قبل كده. حققنا الثالث افضل، عندنا امل ليه ما نحققش. قبل كده فرقه رجاء وصلت اخذت مركز ثاني، والعين والعين برضو وصل النهائي برضو. اعتقد ده مهم جدا، ودي موجوده زي ما قلنا ان مستوى الطموح عالي الحمد لله، واعتقد دي هتبقى اختبار كبير جدا للنادي الاهلي. بس انا شايف مع في الفتره ديت وترتيب الموسم احنا هنوصل للمرحله ديت، اعتقد هيبقى في يناير البطوله. يناير لا البطوله في فبراير، في اول فبراير ل 11 فبراير. طيب تمام يعني كويس. قدامنا تقريبا 50 يوم 52 بالزبط. يوم حاجه كده. يعني لو شفنا الظروف المرة اللي فاتت اعتقد احنا هنوصل للمرحله دي ان شاء الله، اللعيبه كلها تبقى في التوب فورم بتاعها. من الصفقات الاهلي الجديده شايف مين ممكن يكون عنده، يعني طبعا انا عارف ان كلهم نجوم ومنهم اربع خمس اسماء الحقيقه اوريدي دوليين في المنتخب الاولمبي، بس انت مستني تشوف مين بفانيله النادي الاهلي؟ يعني احنا جايبنا ثلاثه جداد، طاهر وبدر وبيكم. بيكم مش يعني هو طبعا صفقه جديده، بس هو مش غريب على النادي الاهلي. وفي الخمسه المعارين اللي رجعوا، محمد شريف وصلاح محسن واحمد ياسر ريان وناصر ماهر واكرم توفيق. بص حضرتك
هو في بالتاكيد يعني طالما النادي اخذ قرار فيه. صعب ولا لا ولا, لا ولا 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 لا هجاوب يعني. اتفضل. هو طبعا ما فيش شك الواقع لهم اختيار اكيد دول بعد دراسه مستفيضه يعني. ما شفت لعيبه احنا في النادي الاهلي او النادي الاهلي بيتفرج عليه من مباراه يقدر ياخده؟ لا حسب علم انا يعني طبعا وده اكيد كلام مؤكد ان بيتم متابعه جيده وتقييم علمي مظبوط جدا سواء عوده المعارين او الاستعانه بعناصر خارجيه. مظبوط. كل دول عندهم قدره يلعبوا، كل دول عندهم قدره ينافسوا، وكل دول لعيبه عندهم قدره ان هم يعني يثبت وجوده ويبقى لاعب اساسي في النادي الاهلي، مفيش شك كلهم. ايه المطلوب منه؟ هو بقى ترجع لشخصيته بقى. هو حاطط قدامه هدف ويسعى للهدف ده. ومش كل اللعيبه اللي بتوصل لكن هي احسن. مفيش على المستوى الشخصي لعيب دكتور محمود صالح. انت شخصيا مستني تشوفه او مستني منه يعني؟ انا شايف لو ابو نجاح جه يبقى لعيب ده صفقه ابو نجاح يفرق مع النادي بشكل كبير. طيب خلينا بمناسبة اللاعبين المحترفين الخارجين ويمكن تحط عليهم علامات استفهام، خلينا أسألك على الموهبة وحجمها وتأثيرها وكيفية اكتشافها، بس خلينا نروح لفصل دكتور محمود وارجع أتواصل مع حضرتك من جديد في السادسة. فصل سريع ونرجع لحضراتكم. مرة تانية برحب بحضراتكم. الحقيقة أنا هستغل وجود دكتور محمود صالح وكابتن محمود صالح طبعا نجم النادي الأهلي معنا في السادسة في ان انا اطرح مع يعني عليه فكره الموهبه المصريه. انا مش بتكلم عن النادي الاهلي، ولو اني لو خدت الاهلي نموذج انا ممكن اقعد حلقتين ثلاثه اكلم حضراتكم على اسماء مبدعه في مختلف المراكز من اول حارس المرمى لغايه المهاجم الصريح او راس الحربه زي ما بنسميه، وممكن في كل مركز من دول اعد لكم خمس ست اسماء كانوا علامات، لكن ده مفيش وقت لي. لكن هل الحقيقه في الجيل الحالي او في الفتره الاخيره دي بقينا بنعاني عشان نطلع موهبه جديده؟ بقينا، وانا هنا مش بتكلم على الاهلي، بقينا بتكلم على الكره في مصر بشكل كبير، رغم وجود الحقيقه عندنا نجوم بره محترفه، ورغم انه في مصر النهارده بقى في مجال اوسع، بنيه تحتيه، ملاعب، انديه، مدارس كوره، اكاديميات، فبقت قاعده الممارسه اوسع بكتير، وده كان مفترض انه يسهل عمليه ايجاد المواهب بشكل كبير. مره ثانيه برحب بيك يا دكتور محمود واهلا وسهلا بالسادسه. في مشكله في المواهب في مصر؟ طبعا على فكره في كل المجالات، في كل المجالات. زمان زمان كان سواء لاعب او سواء مدرب هما دول، او سواء على مستوى الاداره، كل واحد بيمارس المهنه دي هو منطلق حبه ليها، انما مش هدف مادي وعايز يكسب فلوس و و يمكن قد تكون ظروف يعني الحياه اتغيرت بالنسبه للاجيال الجديده. يعني زمان مثلا في الفن، اكيد في التمثيل مثلا على سبيل المثال، بص شوف النجوم كانوا عاملين ازاي شكلهم، انما لان هو كان بيشتغل مادي كانه متبرع. بس عندنا نجوم برضو كويسين النهارده يعني. طبعا يعني يمكن القاعده العريضه بقت، يمكن يعني عشان المقارنه هنا لا تجوز برضو يا دكتور حنا. امبارح زمان كانت مستوى الشاشات ايه، او عدد الشاشات اللي بيطل عليها النجم قد ايه، فبالتالي الاختيار كان عامل ازاي. النهارده اليوتيوب خلى كل من هب ودب بيغني، وكل من هب ودب بيمثل. في فرص قصدك يعني اللي عنده امكانيات بتظهر. طبعا. بس انا هقول حاجه على الكوره، بس يعني بتكلم الاول يعني هي ال زمان يعني المدربين بتوع زمان لو يعني تشوفهم كان دخلهم ايه. ولا بيفكر ليه بياخد له 10 جنيه في الشهر، 15 جنيه في الشهر، وممكن يكون مدرب في النادي الاهلي يعني كان بيخليه اكثر اخلاصا مثلا. لا هو مش هي مش هي مش هي في ناس، ما هو في ناس هو لو مش حابب المهنه دي قوي مش هيشتغلها. لانه ممكن يلاقي الدخل ده بره اكتر منه. انما النهارده الرياضه او الفن، لا شوف دخل الفنان او دخل اللاعب ايه. سواء على مستوى اللعب او على مستوى المدرب. وده مخلي النهارده يعني اي حد عنده ابن شايف فيه ربع موهبه عايزه يطلع لعيب كوره وبيقاتل عليه. هو مش هو ممكن يعني ممكن يعني، بس انا اقول رغبه الناس في ان اولادها تخش مجال الرياضه النهارده بقت اكبر بكتير جدا من زمان. يعني زمان كنت تقول مثلا ممكن تلاقي الاب بيقول لابنه سيبك من الكوره وركز في دراستك، ما تلعبش كوره عشان تطلع مش عارف ايه. النهارده الناس كلها عايزه اولادها تطلع لعيبه كوره، واللي شايف ابنه موهبه بيصرف عليه فلوس وبيوديه اكاديميات، والنهارده بنسمع عن مدارس لكل الانديه العالميه موجوده على ارض مصر. دي نقطه مهمه توضح ايه بقى الكلام اللي انا بقوله. هو ممكن الاسره بامكانياتها عايزه تفرض ابنها. وممكن يتفرض. وممكن يكون المدرب ده، عفوا ان انا بقول الكلام ده. لان الاجواء احنا بنعيشها. ممكن يكون المدرب ليه مصلحه مع سين مش مع صاد. اوكي. زمان ما كانش كده. زمان اللي هيطلع هو الموهوب وده اللي بيكمل. انما في التوقيت ده انا شايف ان في على مستوى الكوره، خلينا نتكلم بتركيز في الكوره. تمام. في نجوم كتير قوي، مش نجوم، مواهب كتيره جدا مش هتلاقي فرصه.
النهارده حضرتك بتقول الاكاديميات دي بفلوس، الانديه بتخش دوريات بتلغي العناصر اللي عندها، الاشبال اللي عندها، وانديه كبيره مش عايز اقول اسماء على مستوى الدوري الممتاز، وبيلجا ان هو مثلا عنده داخل في بطوله منطقه القاهره، بيخلي نادي تاني صاحب اكاديميه تمام يشترك باسم النادي ده، يدفع له مثلا 100,000 200,000 نص مليون جنيه، وهو ياخد الثلاث اربع فرق دول يجيب لعيبه من عنده ويلعب باسم النادي، اسم النادي سين او صاد. طب فين اللعيبه المواهب الموجوده في النادي؟ هي مش هتلاقي فرصتها. فهو الجانب المادي ده طغى بشكل كبير. حضرتك بتقول عليه ده بتسمح بيه لوائح اللي بتنظم المسابقات، اروح اعمل اجيب ما يروح هو هيقيده في النادي ويلعب. هيقيده عنده في مفيش مشكلة. لكن هو ما بيشتغلش على قاعده ايد احمد وايد محمود عندك وبيقيده، خش المسابقه وانا النادي دوت اللي هو جايبني الاكاديميه، ما انا بلعب في اكاديميه، بنلعب في اكاديميه، فبندفع كل شهر مثلا 1000 جنيه فالراجل بيكسب، فما يحط واللعيبه عايزه تلعب فهي شغل كده، وده اللي بيلعب وبيحجب الفرصه عن الموهبه الحقيقيه الموجوده. يعني حضرتك عايز تقول انه الناس النهارده بتلعب كره بفلوسها نسبة كبيرة، وده جه على حساب المواهب الحقيقية. نسبة كبيرة، نسبة كبيرة. يعني أنا شايف دخول الأغنياء أو الناس اللي عندهم إمكانيات مادية في الكورة، الكورة كانت متاحة للفقير زيها زي أيوه، الفرص متساوية للجميع، واللي عنده موهبة هو اللي بيصعد. بيصعد موهبة، مش بتكلم يصعد موهبة في الفريق الأول، لا، بيثبت وجوده في النادي وعنده 10 سنين، خلاص بقى بيبقى ده مؤهل وبيبقى فيه اهتمام بيه. تمام. في نجوم كتير بتظهر في السن الصغير. في الأندية دي اللعيب ده مش هياخد فرصته، مش هيلعب. مش هيلعب. بيجي اللعيب من بره او من كده، دي منتشره بشكل كبير الحقيقه يعني. زائد خلينا نتكلم بصراحه برضه، المدربين اللي دربونا زمان لا كان عندهم يعني يهتم يساعد اللعيب، كان عندنا عم جمعه ده الله يرحمه اداري النادي الاهلي، كان الكابتن علاء مهوب في الحومديه يروح ياخده يوديه لغايه ميدان الجيزه ويركبه المواصله بتاعت الحومديه، عشان مين هيعمل كده؟ يعني ما فيش اي فايده. ايوه يعني ده ملوش اي مصلحه بينه وبين علاء يعني، بس لو مش موجود عم جمعه ده شايف ان في موهبه وتستحق الرعايه وتستحق انك تبقى وحب ولعيب، مش عم جمعه بس، وكان الكابتن مصطفى حسين وكل المدربين اللي دربونه. يعني لو مش موجود عم جمعه علاء مش هيكمل. علاء بص مش هيكمل كوره علاء مايوه، مش هيكمل، مش هيكمل، سنه صغير يتوه بقى، معهوش حق المواصلات، بيساعده في حق المواصلات، يدفع له المواصلات جزء من المواصلات والدنيا تمشي. الكلام ده مش موجود النهارده طبعا، مش كلهم طبعا يعني، انما في نسبه كبيره هو عايز يستفاد من ده. ده ايه؟ ده يقدر يدفع له الاشتراك اللي هو 200 جنيه في الشهر يطلع منه باتنين، سحقا للموهبه. المهم ناخد السبوبه بس ده مفهوم يعني. انا برضو هقول انه ده ممكن يبقى مبرر، لانه جزء من فكره الرياضه النهارده بقت صناعه وبزنس، يعني عليها قايم حاجات كتيره جدا. التيشيرت بتاع النادي الاهلي بيتحط في الفاترينا وبيتباع، ده جزء من البزنس. في حاجه مسموح بيها شكلها، انا فاهم، مفيش مشكله. فانا مش اجينست، وانا مش ضد انه يبقى في مدارس كوره هدفها البيزنس وتدي فرصه، يمكن على وعسى يكون في موهبه، لكن الاساس بالنسبه لي اصل الموهبه دي ترجمتها فلوس كتير ومكسب اكبر بكتير جدا من المكسب الصغير اللي حضرتك بتتكلمي عليه، اشتراك شهري مش عارف ايه. الموهبه النهارده يعني لا تقدر. ما انا بيتولى المسؤوليه مين دلوقتي؟ ناس يعني مش على مستوى المسؤوليه، مش يعني جزء كبير منهم. أيوه. وللاسف الموضوع ده بيوسع ما بيقلش، يعني ده الاتجاه اللي احنا سايرين فيه. لو قلنا خطين كده مايلين عماله تكبر، الموضوع عمال يكبر. فهي يعني هي كل 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 مرحله وكل جيل وكل فتره زمنيه بتلاقي فيها الايجابيات والسلبيات. طب زمان كان في الكشاف، يعني احنا بنسمع على حد مهمته انه يكون او قدراته انه يكون عنده العين الخبيره اللي تعرف تشوف طبعا طفل صغير او في موهبه صغيره انه ده في بوتنشال او في امكانيه انه في يوم من الايام يكون لعيب كبير، وعشان ده بيلف ويروح هنا ويسافر هنا ولغايه لما يجيب. وكنا بنطلع الملاعب المصريه ياما طلعت اسماء في كل الانديه مش بس في الاهلي. النهارده في زمن السوشيال ميديا وفي زمن اليوتيوب وفي زمن التكنولوجيا الاتصالات دي وثوره الاتصالات، مش قادرين نكتشف المواهب اللي ممكن في يوم من الايام تبقى بتجيب ملايين وبتحقق مش بس فلوس، بتحقق مكاسب وانتصارات وبطولات للانديه والمنتخبات الوطنيه. ما هو الاجواء احيانا اللاعب بيصطدم بيلاقي انا موهوب، بس انا خد بالك حضرتك السن الصغير ده هو اللاعب ما بقاش عارف نفسه ان هو موهوب. هو اللي بيكتشفه الراجل اللي هو زي ما حضرتك قلت العين الخبيره اللي عنده خبره
وربنا اداله موهبه ان هو يكتشف. انما اللعيب اللي عنده 10 سنين وفاكر نفسه ان هو يعني انا شخصيا ما كنت بخاف اروح اختبارات النادي الاهلي ورحت سن كبير، مش عايز اقول القصه اللي قلتها كتير، يعني رحت لعبت انا عندي 20 سنه ما كنتش بلعب في حته، وداني مثلا الكابتن فتحي عماشه ده كان صديقنا او بس هو كان اكبر مننا سنا وكان مدرب في مركز شباب الجزيره، وداني هو واخد مني فلوس هو وداني عند الكابتن احمد ماهر في النادي الاهلي عشان يطلع له مثلا 5000 جنيه او عايز ياخد 20000 جنيه او 30000 جنيه زي دلوقتي نهائي. هو ده الجو اللي كان موجود، ده النموذج اللي كان موجود. أيوة. النموذج ده مش موجود، النموذج ده اختفى. وحتى لو لقى واحد عنده موهبه عايز برضه يتكسب منها، ده الاساس عنده. انما لو الموهبه تروح في 60 داهيه وطالما مش هياخد فلوس مش هيوديها. لو ما لقاش مصلحه شخصيه مش هيوديها. ده الجزء الغالب، نقول مثلا 60 70%، انما لا زال في 30% عندهم ذمه وعندهم ضمير وبيحبوا المهنه وبيساعدوا الناس لوجه الله ومفيش اي مشكله عندهم. ما بيبصش لمكسبه المادي. بتواجه المشكله دي في اكاديميات الاهلي بما انك انت مساعد مدير الاكاديميات، يعني وازاي بتفكروا؟ يعني انا عارف ان النادي الاهلي نادي بطولات وده بيفرض على الفريق الاول دايما اللعيب الجاهز، حتى لو كان ابن النادي عنده موهبه او يعني لعيب كويس مش بالضروره انه يوصل فيرست تيم بسهوله، وممكن يقعد فتره طويله يلعب بره، يطلع اعاره، يتباع ويرجع الاهلي لما يشوفه جاهز ياخده يرجعه مره تانية. لكن ده بالنسبه لكم في الاكاديميات مثلا، يعني هل حاطينه في اعتباركم؟ هل بتشتغلوا على المواهب اللي بتشوفوها تستحق انه يكون ليها رعايه خاصه؟ حاطين في دماغكم ان الاهلي يستفيد منها مستقبلا، ولا الموضوع مجرد اكاديميه لتعليم كره القدم فقط لا غير؟ لا، انت بتتيحي الممارسه وفي نفس الوقت عندك هدف، والهدف الاساسي مش بالنسبه للنادي الاهلي مش مكسب مادي. اعتقد يعني مهما الاكاديميه دي جابت دخل، اعتقد بالنسبه لامكانيات النادي الاهلي شيء بسيط جدا، شيء بكاد يعني مش موضوع اهتمام النادي الاهلي. انما انت اساسا انت منتشر في كل على مستوى اغلب المحافظات، يعني في سوهاج، في اسيوط، في اسوان، في دمياط. اكاديميات الاهلي موجوده في اغلب المحافظات، انا كنت فاكر انها مقتصره على بعض. في السويس موجوده، في المنصوره موجوده طبعا، في القاهره، في الجيزه، في شيخ زايد، يعني تقريبا في معظم المحافظات دي. ما فيش شك هي مش عايز اقول شعبيه النادي الاهلي، بس هي على الاقل لو في لاعب موهوب، ودي اعتقد برضو مش بتبقى بنسبه كبيره، بس هتقدر تختاره خصوصا في السن الصغير. يعني احنا عندنا بنبدا مثلا من 4 سنوات 5 سنوات، فممكن تكتشف في المرحله دي لعيبه موهوبه وتقدر تضمهم للنادي الاهلي وهم في سن صغير قبل ما ينتقلوا للانديه الاخرى. يعني انت ممكن تكتشف موهبه في سوهاج، اسوان ده هيجي لك ازاي؟ صعب. يعني هي الفكره جت من هذا الاساس، اروح انا للناس، اروح للناس بالظبط. هي بس هي للاسف ممكن تشتغل اكتر من كده، لان انت المتابعه بتحتاج مجهود كبير جدا، وانك تكون متواجد في اسوان، السفر ويعني محتاجه ان شاء الله. يعني هو الكابتن شط الحقيقه مسؤول مدير الاكاديميات وبيزم مجهود كبير، ان شاء الله احنا في سبيلنا يعني الاستفاده تكون اكتر من كده. واحيانا بيجي لك لعيب موهوب بالصدفه، زي ما قلنا في حديثنا برضو، اللعيب ممكن ما يكونش عارف ان هو موهوب فعلا، ولا والده عارف ان هو موهوب، بس ما بيجي عندنا. وفي لعيبه عناصر يعني انتقلت من عندنا ودخلت جهاز قطاع الناشئين. كل التوفيق ليك. والحقيقه انا شايف انه الكره في مصر عموما افتقدت مواهب في السنين اللي فاتت، مش عارف بحكم الظروف اللي مرينا بيها ولا الجيل ده حظه وحش في موضوع الموهبه لكن عندنا الحقيقه يعني بشوف صلاح كمان رفع سقف الطموحات وحبب الاجيال الصغيره اللي طالعه لسه بتشوف كوره، انه تشوف عندنا نجم مصري بيلعب في نادي زي ليفربول ومكسر الدنيا وشهرته في العالم كله، بيتهيألي ده برضو طبعاً واحد من الحاجات ده الاساس، هو يعني الطفره اللي حصلت في المتابعه والممارسه والاكاديميات اللي انتشرت. هو كل الناس دي حاطه هدف انه اللاعب او الولد حاطط هدف انه يبقى زي محمد، ووالده بيشجعه بصرف النظر هو يعني مبشر ولا غير مبشر. أيوة. يعني الرؤيه في المستقبل هل الحقيقه اكمل، بس كل الناس عندها طموح، ده حاجه كويسه، نتمنى ده ان شاء الله باذن الله. اروح للخماسيه، اختم بقى كلامي مع حضرتك بماتشين مهمين قوي، يعني طبعا الماتش السوبر المحلي لسه عليه شويه، لكن خليني اروح لسوبر افريقيا ومواجهه الاهلي ونهضه بركان، شايفها ازاي وشايف فرص الاهلي في التتويج باللقب الرابع يعني ازاي؟ اكيد 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 فرصتنا احسن، وعندنا اعتقد اللعيبه عندها اصرار. يعني انا
برجع بالزمن شويه كده كاني لعيب كوره اكيد عندهم نفس الاسباب. ايوه المراحل اللي انت مريت بيها دي ما شبعتش يعني لعيب بيحقق ثلاث بطولات كبيره في فتره زمنيه مش ممكن ده يخليه ولا مش لعيبه الاهلي مش لعيبه الاهلي. بص ميسي ورونالدو ورونالدو كم سنه هو رقم واحد ورقم اثنين. انت مع ميسي ولا مع رونالدو بالمناسبه؟ مع ميسي. مع ميسي. طب متفقين الحمد لله. طب كويس. طيب شوف التنافس لو ما عندوش هذا الطموح يعني بقاله مع 10 او 12 سنه بيتنافسوا على لقب افضل لاعب في العالم. وعندهم وعندهم نهم شديد لاحراز البطولات مع طبعا مع كل. نتمنى الروح دي تكون موجوده عند كل لاعبتنا طبعا وان شاء الله موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. تحب توجهها كابتن محمود لنجوم النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في ختام لقائنا؟ ما فيش شك بشكرهم على الفتره اللي فاتت الحقيقه ادوا ما عليهم ومع توفيق ربنا حققوا نتائج كبيره وعندهم فرصه هيحققوا وده طموح اي لاعب ان هو يلعب له 10 12 15 سنه في النادي الاهلي وحقق 20 بطوله و30 بطوله. اعتقد في اجيال كتيره مننا ولاعيبه كتير لاجيالنا واللي بعدينا واللي قبلنا حققت هذا ونتمنى مستوى الطموح لازم يكون موجود عندهم اعتقد صحيح. موجود عندهم يعني. ونتمنى انه اللي حصل السنه دي ما يكونش استثناء يكون قاعده يعني انا شايف انه جيل ده عنده فرصه يكون جيل ذهبي جديد في وسط اجيال النادي الاهلي لو حافظ على نفس الاصرار ونفس المجهود وقدر يحصد البطولات ان شاء الله باذن الله وتكون فتره لا تغيب فيها البطولات عن النادي الاهلي. ان شاء الله. شرفتنا واسعدتنا ونورتنا. سعيد اكون مع حضرتك. شكرا لحضرتك نجم النادي الاهلي دكتور محمود صالح كان ضيفنا في السادسه. بكره ان شاء الله لقاء جديد وحلقه جديده. تحياتي لحضراتكم.